كنت انا قبلها بحلقه ويعني شوي احتديت مع تقلك مع مع راشيل المذيعه شوي هو شوي يعني اجوا مع بعض عملت انه نحن اتخانقنا وانه هي حلشت لي شعري وانه الاكستنشن طلعت من شعري وانه لحظه لوين اللقمنه انه هيها عنا بالام تي في على على الريسبشن زي بدي كفر عن ذنوبي جايبت لك كذا كادو بتمنى انه تقبليهم مني شو جبتي لها لديما شو جبتي اول شيء انا بعرف انه عندك غرام بشعرك مغرومه بشعرك فينا نشوف الفيديو سوا في فيديو لا لا كمان لا بشرفك لا لا بشق يا ليك ما احلى صرنا على الهواء؟ ايه على الهواء ديما خلي معك خلينا نشوف سؤال معلش سوري بس بدي اسالها سؤال لو كنت حامل المشط والتليفون بس اخذوا لك تليفون واخذوا المشط كنت زعلتي اكثر؟ والله السؤال كثير ذكي عن جد سؤال ما حلو ما بعد تعبتوا علي فرشيتي مش هيك فرشيتي ديما فينا نشوفه للمشط لأنه سالك من الساعة 8 عطمشتي شعري أوكي هلا ما رح يلبي جبت لك مشط تاني بلبي ليك بس بدي منك شيء ما تقربي على البصلة أنا سألت على البصلة ما بيصوم من تحت حتي بالساك وخلي حدي بينعاس أوكي جبت لك كادو تاني كمان معباية كادويات ليك شو جايبة ليك قولي تليفون تليفوني ايفون 11 11 هذا جديد 11 وما عطى قيمته لحدا يا الله بيت الكرم نحن هيدي ما بحياتها عملتها مع حدا بيت الكرم لا ولا ما بتعرفي انه نحن بكل حلقه بنعطي الضيوف كادو انا ما جبت لك بعد لالي هلا بعدين انت جايبت لك رسوم بلديه مصوره فيديو كليب عندنا بالضيعه ومنك دافع كل حلقه بنعطي الضيوف خلص عودي هلا ما عم بقلبي منك الدولار على 2000 جبته ما بحب انه شوف بحالي بس بليز فكرت عشان طيب بس بدي اقول لك شيء انه ينعن المنيح حبيبتي هذا اذا سرقوا لك اياه على الرينك سقفه سقفة 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 شو بيسربوا الهاي سكور تبع السنيك هي هي تليفوني اخده جبت لي كمان هذا بتخليه معك حطي انا بعرف انك انفلونزا من الانفلونزا انفلونزا تحطي كمان بتربطي اذا بدك كمان تحطي ولي هذا لشو بتجنزري هذا شو للتليفون جبت لك بوسترز عملت لك اياهم انا حطيهم بالبيت حكيت فرجينا لشوف هاتك اوكي هي اول واحد بس يلعن منيح بس اشوف اي واحد يلا لا عادي خليها هي تفتحه كوين اوف ذا رينج اه لك اللي في وراك هذا مين عصام عصام اللي بيطلع من مكان ايه ذا فيمس عصام واكيد ما ننسى تليفوني اوكي وهيدي كمان بتحطي وين ما بدك صالون سفرة وتتقعد محل ما بدك خدي روحتك حبيبة قلبي رشيد حلو شو حلو تحية مرة تانية لرشيد ديما في خبرية حب زف لك إياها شو؟ أوكي. إلي أنا كمان؟ كادو مني لك أوكي أنا عرفت أنه هلأ لأنك أنت مانك بقى بالقلبي سي حبيت أنه نحن نقدم لك سوربريز هو كونترا شغل جربت تحكي أنت بتعرفي أنه هلأ صعبة لأنك حدا كتير جريء أنه بهذا الوضع بالذات تي في يقدر يعني يتبنى آرائك السياسية
اوكي مدركه هالشيء. سقفك عالي، ايش بدي اعمل؟ فانا جايبت لي كونترا شغل بتبلش التنين. والله معي، خليني افكر فيها شو هي هاي. لحظه، شو ممكن تكون؟ ما رح يجي على راسك. ما حيجي. فتفيت الى العالميه. تقلك ليه كثير هيني؟ فتفيت بتحكي على السياسه اللي بدك اياه، ستروبيري، وايلد بيري، كريم بيري، بلو بيري، سانيورا، فتوش، بيزل. تفرمي تفرمي عريحتك، ما حدا بيتعاطى معي. حتى بيزل. شو حتى بيزل؟ حتى البيزل. البيزل فيها نحكي فيه. فيك تعمل بدك اياه، بتفرمي اللي بدك اياه، ما حدا بيقول لك شيء. تنام بتبلشي. خلاص خلاص. انا شاكره كثير والله. تيتا لطيفه يعني بقى احسن منك. شو غاليه تيتا لطيفه بقى احسن منك. اي مزبوط. الى العالميه مطلعتك. هلا عملت لك فقره اسمها هيدا كله في فقره. هيدا هيك عن نحمي عم. بعدنا ما حمينا. ايه قولي. قالين انت معبى قلبي منك. هلا بعدين بقول لك. اجت على الضيعه عادل. اجت على الضيعه وقام واهل الضيعه اشفي في فيديو كليب عنا بالضيعه اشفي لقيت ورا البيت عنا عم تصور ورا البيت. ما قالت لي. انت من بشمزين؟ بتعرفي حدا من بشمزين؟ شو الضيعه الحلوه. ايه حلوه كثير. مين بتعرفي من بشمزين؟ انا نشهرهم هون على في صديقتي بحبها كثير عند بيتهم ببشمزين يعني. نبقى نشوفك عنا بالضيعة. شو؟ تبقى دردري عنا على الضيعة. دردري؟ شو دردري؟ خلص هلا انت حولي حولي يعني. دردري؟ هلا فتنا بفقرة المين تويت. مين رح نحط تويت نقالوا عنك، اوكي؟ ورح اعطيكي انت هون السبيس انه انت تردي عليهم. انا حتى ما برد. متصالحة مع حالك او لا يا اختي؟ بدي اعرف انا كيف بدنا نتعامل. خلص بنحط تويت وردي عليه، اعملي اللي بدك اياه. وين؟ يلا اول واحد. هيك اوكي. حتى لضرورة في القراءة انت متولي. شو؟ انت مطولة بهالدنيا. سيجمنت لي انا بسوقه، خليك. انت بتقري. اوكي. حتى تويت انت في حدا حاطط لك انت مطولة بهالدنيا. شو بتحبي تردي عليه؟ يعني بحب فعلا ادعي له انه الله يزرع بقلبه التسامح اكثر من هيك. كثير كريسمسي. لا شو بدي اقول له؟ شو بدي اقول له؟ لا طيب. مش كريسمسي يعني. شو اللي بعده؟ التويت اللي بعده. شو هاي؟ اوكي هاي عاملين لك البوم اليسا اللي هو هيدي الرينج تون تبعك. مريضة اهتمام، هي غنية لاليسا. اوكي. اي فاوند ا نيو رينج تون. يعني اذا هيدا بتحبي تجاوبيه للشخص اللي عاملين له بلور. عاملين له ليه هو حدا معروف يعني او شيء؟ لا هيك عم نعمله انه مشانهم. اذا هيدا رايك فيه يعني ما مش رح اعمل اي افورت لاقنع اقنعك، بالعكس يعني انا بتصرف على سجيتي بس انه بحترم كل الاراء. بتعتقدي انه انت مريضه اهتمام؟ لا ابدا. لا. ابدا. يلا اللي بعده. اوكي دخول ديما صادق للمستشفى وهي صورتك عن يركبوا لك مصر. حيه حيه. لا بسينة هيدي عقصة الجوز حبيبتي. هي دودة دودة كبيرة. يعني بقول له انه اذا انا بنتقد اراء انت بتشاطرها مش معناتها انه انا بكون عم بخصم. انا بكون رأي، عم بكون عم مارس حق الطبيعي بابداء الرأي فقط. كبيرة من بلادي. اوكي نكست. في وحدة اسمها ديما، إذا عزمتك على العشاء ما تتأخر بيقولوا اكلها طيب حسان الدياب. كثير حلوة. اوكي. هيدا عم ينكت لأنه في صورة لإلك انت عازمة الحكومة ومجلس النواب ورئاسة الكل هون عندك على البيت. اوكي. فيني بدي جاوب عليها بس شوي حتاخذ وقت. أول شيء تويت ساقط لأنه أنا ما بطبخ. يعني لما يجوا يتعشوا عندي انا ما بكون طابخه. اوكي هيدا هي اول شيء. يعني غلط لقى بيقولوا لك طباخه السلطه، هيدا احذفه. ما بقى تستعمله. انا ما بطبخ، بيقولوا اكله طيب انا ما بطبخ. ثانيا هن عم يحكي على صوره ببيتي كان فيها سياسيين وموجودين على العشاء. اولا يعني ما بحب كثير احكي على خصوصيات بيتي وشو بيصير بقلب بيتي، بس هذا عشاء كان معمول على شرف صديق لنا، صديق للعيله، على شرفه
وعزمنا أصدقائه. هلأ أنا كل حدا بيفوت على بيتي هو بيشرفني أكيد، ويعني على راسي من فوق. من الناس اللي كانوا موجودين بالصورة إذا مني غلطانة، الحكومة كلها كانت قاعدة. لا أنتوا إلكن، أنتوا إلكن إنكن تحاسبوني كصحفية. صحيح. إذا حدا من هول اللي موجودين شفتوه على الطاولة، إذا أنا كتبت له تويت طبلت له، إذا أنا عملت معه مقابلة وما كنت شرسة معه، مع العلم أنه أنا معروف عني أني شرسة بالمقابلات لدرجة الناس بتنفر مني قد مني شرسة، يعني هيدي من الدفويات اللي بيقولوها عني. ما بتحسي أيام أنه مثلا بس خليني أعطيك مثل، يعني مثلا بهاي الصورة إذا بني غلطانة في النايب اللي أنا فعلا بحترمه سمو أبي رمية. طيب ما من أشهر المقابلات اللي أنا عملتها واللي انتشرت هي مقابلة أنا عم بتحدى فيها سمو أبي رمية، عم قل له إذا أنت عم تقول النايب ما حتوزروه يلا حأرشفها لهيدي المقابلة لنشوف لنحط على عينك إنه اللي عم بتقوله مش مزبوط. طب أنتوا حاسبوني إذا أنا تعشيت مع نايب أو وزير وجيت جيت سيارته على الهواء أو جيت سيارته على تويتر وبتحدى بتحدى حدا يلاقي لي تويت واحد بوست واحد كاتبه فيه حرف منيح عن اي سياسه بلبنان، بتحدى كبيره من بلادي. اسا تويت بنشوفه رح يطلع هلا. One of the reasons why I will dislike حسان الدياب forever is that he made me retweet one of ديما صادق's tweets. لا ولو انه ليش هو بده يكره بده ما يحب حسان الدياب هو لانه خلاه حسان الدياب انه يعمل ريتويت لديما صادق. لا هيدا I love you بدي اقول له حبيت. بتحبيه؟ خلينا نشوف التويت اللي بعده. في تويت انت حاطتيه فانه حرر الجيش من سلطة بعبدة والضاحية، الجيش جيشنا، الجيش هول نحنا. في حدا كاتب لك انه بس اطلب تشي جيفارا من علي اكسبرس. وحيت الله العالم عادل، وحيت الله العالم. بتعرفي اني مش شايفته لهالتويت؟ سوري اجاني شي 200 ريتويت عليه. اي عالم هيدا انت بس تطلب تشي جيفارا من علي انت بهدلتيني الله يخافك. ايه طب ليه هيك العالم بتحكي؟ ما بتحكي لهون. شو في شي غلط بهيدا التويت؟ انا عم اقول انه لازم كنت على جسر الستة وانسرق تليفوني وكتبوا تويت انا ما اول شيء قوليها منيح تليفوني مش تليفوني. ليكي انا كل شيء خاصه بالجيش كل شيء بحرض على الجيش بيستفزني مشان هيك انا عم اقول بدي اياه يكون مستقل مستقل تركي مستقل تركي لا تقربي عليه مستقل. يلا شفناكم شو شفناكم بتيجي بتزت بلاويكي هون وبتفل رسوم البلدي بيوصلوا لك على البيت. اوكي حسابك بعدين باي. ميرسي أدال. باي أدال. أدال أدال عملي لي فولو. يلا عملي لي فولو عملي لي فولو بعمل لك فولو. أنا قبل عملي لي فولو عملي لي فولو بعمل لك فولو بعمل لك. يلا باي.